دكتورة أمل برقية، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا، شكرا على الاهتمام بهذا اليوم العالمي. يعني احتفل العالم مؤخرا باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، يعني كيف احتفل به المغرب؟ كما كتعرفوا احنا كل سنه الجمعيه المغربيه ديالنا كتحتفل بهذا اليوم العالمي، لانه كتشوف فيه بانه فرصه جديده لاثاره الانتباه على الموضوع على ديال التبرع وزراعه الاعضاء، وكذلك اثاره الانتباه على الوضعيه الصعبه اللي كيعيشوها الناس اللي عندهم احتياجات بالنسبه لزراعه الاعضاء. فهاد السنه وكنعرفوا بان كاينه جائحه، وهاد الجائحه حصلت انه نديروا لقاءات اللي فيهم الجمهور، لقاءات مع الصحافة، لقاءات مع جميع الناس المسؤولين في ميادين متعددة. فارتأينا أننا ما نبقاوش نتسناو اليوم العالمي غير يوم، وخا كنخدموا فيه بعض الأيام، لكن اطلقنا حملة عبر الانترنت اللي بدات 10 أيام قبل من اليوم العالمي، ومن بعد اليوم العالمي كذلك بقات عندنا هذه الأنشطة مستمرة. فهذه الحملة اللي هي كانت عبر الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت فيها أشياء كثيرة، يعني معلومات، الهدف كان منها نوصل المعلومة الصحيحة للمواطن، ونعطوهم واحد فرصة للتفاعل مع هذا الموضوع، ونعرفوا كذلك احتياجاتهم وأفكارهم وشني هو المشاكل اللي كيواجهوها بالنسبة لهذا الموضوع ديال التبرع. كما أنه كنا بغينا نوجه واحد الخطاب خاص للشباب، يعني الشباب اللي كيستعمل بكثرة هذه مواقع التواصل، باش هما نتمنوا يكونوا خيط وصل، يناقشوا ما بيناتهم، يناقشوا في العمل ديالهم، يناقشوا في العائلة ديالهم هذا الموضوع، ويحاولوا يوصلوا المعلومات اللي احنا وصلناها لهم بفيديوهات، بمقالات، بأشياء كثيرة في هذه المواقع اللي يقدروا يستعملوها، وكل واحد يصيب لا بالنسبة للموقع اللي كيبغي، لا بالنسبة للطريقة بالعربية بالفرنسية إلى آخره، كيفاش يقدر يعرف هذه المعلومة، لأن هي اللي غتعاون باش يحدد الموقف ديالو بالنسبة للتبرع، وباش يساعد كيفاش يساعد المغرب تطوير هاد الزراعة. نعم، بالنسبة للمغاربة إلى أي حد أنهم استجبوا لهاد، وأنت مناضلة سنوات هذه من أجل حملة التبرع إنجاحها، إلى أي حد المغاربة كيستجبوا لمثل هاد الدعوات؟ مع الأسف الحصيلة جد ضعيفة جدا، والعدد اللي مسجل مثلا في 1200 شخص في سجلات التبرع من بعد الممات، اللي هما كلهم ماشي متبرعين غير نية التبرع، يعني موقعين في السجل الى توفى في واحد الانعاش واحد الظروف غيمكن لهم يكونوا متبرعين، لكن كيبقى هذا الشيء ضعيف قليل، يعني ما يمكنناش نقولوا بان غتكون واحد الزراعه من هاد 1000 شخص، امبوسيبل، يعني خاصنا ملايين المغاربه اللي مسجلين. مع الاسف الجمعيه ديالنا استعملت جميع وسائل التواصل، يعني كما كنعرفوا حنا اشتغلنا من قبل سنين عديده، يعني لا بالنسبه للقاءات مع المدارس، مع الاساتذه، مع الاعلاميين، مع الصيادله، مع الاطباء، مع الاطفال، مع المدارس، مع الاعداديات، لكن كاين واحد ما كاينش واحد ما كيتخطاوش الخطوه، ملي كتسال كيكون ايجابيه الجواب، يعني تيقول لك حنا مع هذا الموضوع، مع هذا التبرع، صدقه، هو عمل إنساني كينقذ الأشخاص، لكن ما يتخطوش أنهم يسجلوا نفسهم، ما كيكونوش دائما مع التبرع، يعني ما تقدمناش، بقينا في واحد المراحل اللي هي ضعيفة، ما كتشرفش المغرب، كتشرفش المغاربة اللي تنقولوا تهما هما أنهم صح عندهم واحد السخاء، عندهم واحد محبة مع بعضهم. فاحنا خصنا نهضوا مازال بهذا الشيء، خصنا نصيبوا الطرق كيفاش نشوفوها. كما أنه لاحظنا بالنسبة للأشخاص اللي محتاجين، فالأشخاص اللي محتاجين بعضو حيوي بحال القلب، الكبد، الرئة، ومع الأسف الطلبات كبيرة، ما كيتوفاو لأنهم ما عندناش لا سوبستيتيسيون، ما عندناش كيفاش نخليهم، خصهم ولا بدا الزراعة أولا كيتموتوا. بالنسبة للكلي كنعرفوا أنه كاينة كلية اصطناعية، كاينة إمكانية العلاج بالتصفية اللي كتخليهم على قيد الحياة، لكن في المغرب العدد اللي ما هو يقف 32,000 كيتعالجوا في جميع مراكز اللي هي عمومية وخصوصية، عدد كبير هما الشبان، بالعكس الدول مثلا الغربية اللي فيها الناس اللي فايتين 70 و75 سنة، هاد الناس الشباب والأطفال ما كيمكن لهمش يبقاو سنين في التصفية، كتكون مضاعفات، ما كيقدروش يقراو، ما كيقدروش يكبروا، ما كيقدروش يتنموا، ما كيقدروش يكون عندهم واحد المستقبل، كاين واحد المعاناة اللي هي كبيرة. وهنا كنطلبوا
هم المواطنين يمشيوا يشوفوا معاناة هاد الأشخاص، ولا يشوفوا حتى الناس اللي فقدوا أفراد العائلة ديالهم لأنه بميكروب أو لا فيروس مشى القلب أو لا دواء مشات الكبدة. مع الأسف هاد الناس كيتوفاو بلا ما نقدروا نقدوهم، لأن ما كاينش الأعضاء، أعضاء تتجي من الإنسان. خصنا نكونوا متبرعين باش نتسناو غدا نكونوا نقدروا نعاونوا هاد الأشخاص. اللي خصنا نعرفوا كذلك بأن أي شخص منا، اي فرد يمكن له غدا يحتاج هذه الزراعه، ما يحتاجها بصفه يعني حاده، يعني يكون اي مشكله ترى تقدر يمشي له عضو يحتاج هذه الزراعه. فكلنا معنيين، كلنا نقدروا غدا نحتاجه، ولكن ما كيمكنناش نطالبوا بحال اللي كيطالبوا كثير من الاشخاص اللي كيطالبوا مثلا كيقول لك عمليات زرع القرنيه معطله بزاف، كاين طلبات وحنا كنتسناو منين غنجيبوا القرنيه. حنا كنستوردوا القرنيه من امريكا بالخصوص، علاش هاد الناس كيتبرعوا يعني كيعطيو الاشخاص ديالهم وكيعطيو حتى لينا حنا يعني القرنيه. الناس مغاربه كيسترجعوا البصر ديالهم بمساعده قرنيه مخوده من اشخاص امريكان اللي هما توفاو. فهذا مثال اللي خصنا حنا نحتدوا به ونحشموا شويه، نقولوا حنا كنمشيو علاش ما نعطيوش الاشخاص اللي يستافدوا اشخاص كثار باش ترجع البصر للانسان، شي حاجه كبيره باش تنقذوا من الموت، حاجه جد مهمه وكتعطي واحد يعني واحد الانسانيه، كتبين واحد الانسانيه، واحد المؤازرة، كيحبدها الدين، كأثرها القانون، يعني أشياء اللي خصها تحفزنا باش نمشيو في هذا الموضوع. إلا بغينا نتكلموا دكتورة علميا، إمتى كتخذ هذا العضو؟ في الحالة الحياة ولا في اللحظات الأخيرة ديال الموت؟ نعم. ولا من بعد؟ نشرحوا للناس كيفاش مثلا. نعم. الأعضاء كتزرع. هما المتبرعين هما مازال هما حنا، يعني حنا واش على قيد الحياة ولا متوفين؟ على قيد الحياة داك الشيء محسوم، يعني كيمكن لينا نتبرعوا حيت ما يمكنناش نضروا الشخص الآخر، إما بكلية، والكلية خص شخص متبرع يكون في واحد الظروف، واحد الحالة صحية جد جيدة، يعني فريمون مزيانة، ما يكون حتى شي مشكل لا اليوم ولا غدا. ثانيا طرف من الكبد، يعني اللي كنقدروا نتبرعوا به، الكلية حيت عندنا جوج، وطرف من الكبد بالنسبة للأعضاء كيمكن لينا نتبرعوا بعد الخلايا بحال لي بلاكيت اللي دائما شفتي وكتلاحظوا كيطالبوا الناس أنه نتبرعوا بهاد لي بلاكيت. بالنسبة للإنسان المتوفى، قبل كنا كنعرفوا الأشخاص اللي كيتوفوا هما الناس كنقولوا سكت ليه القلب. من بعد بانت هاد السنين الأخيرة بأنه كاين واحد الحالة تاع الوفاة اللي هي وفاة دماغية اللي كتطرى قبل ما يتوقف القلب بعد الساعات. في هذيك المرحلة، في هذيك الساعات، علاش كنقولوا اللي كيتوفى باش يكون متبرع خصو يكون في الإنعاش، خصو يكون في المكان اللي يمكن له يبقى الضغط الدموي اللي هو كيعطي الدم لهاد الأعضاء الحيوية، يبقى كيسري الدم، ما يمكنش إلا توقف كيموتوا الأعضاء ما كنبقاوش نقدروا نستعملوهم. في ديك المرحلة كيكونوا جميع الإجراءات، إجراء القانوني كنشوفوا واش قابلين، اتصال وتنسيق مع المحكمة، حيت المحكمة خصها تأكد بأن هو هذا الشخص باغي يتبرع، عائلته موافقه، كيفاش، وكتبقى على تواصل مع الطاقم الطبي اللي كيحدد الوفاه من غير الزراعه، حيت الناس اللي غيحددوا الوفاه الطاقم الطبي ما كيكون بعيد على الطاقم الطبي اللي كيدير الزراعه باش ما يكونش واحد الاشي، يكون واحد الحياد، يعني هادو تياكدوا بانه راه موت دماغي لا رجعه فيه، والاخرين كيشتغلوا على شكون اللي غيتلقى، والتحاليل ولا جميع يعني الفحوصات اللي كتخص هذا المتبرع. والوقت مع الاسف كيكون قصير بزاف لانهم كنعرفوش القلب كيمكن له يتوقف اي لحظه. فهاد الوقت كيكون مشاكل نفسيه مع الناس اللي كيبغيو باش يعطيو التبرع. علاش؟ لان العائله لما كتشوف داك القريب ديالها في الانعاش مع هذوك الالات ومع القلب كيبقى نابض، كيعطي واحد السينيال في داك السكوب، كيتمناو دائما انه يرجع. خصنا نعرفوا هاد الموت الدماغي ما كيرجعش، الموت الدماغي ماشي هو لو كوما، كي عنده يعني قوانين وعنده تفسيرات طبيه، وكذلك القانون يحدد شنو هو الموت الدماغي، وخداه من فتاوات اللي حدات مع تطور يعني العلم شنو هو الموت الدماغي، فوقاش يمكن لنا ناخذوا هذا الهدف. واش كيكون سهل على هذا الانسان انه وحنا كنتشبتوا بالحياه الى اخر دقيقه ولا اخر ثانيه، انه هذا السيد اللي عزيز عليهم اللي في الانعاش انه يتبرع بالاعضاء ديالو، وحنا كنجريو باش
يعني يبقى على قيد الحياه، كينجريو على قيد، ولكن كان هذا هو الموت الدماغي. ما كنشوفوا بانه ما بقاش يعني مشى، حنا واش يقدر ناس اخرين يستافدوا من هذا الاسد؟ يعني هو كيكون واحد القناعه وكيكون واحد التواصل، التواصل مع الطاقم الطبي والشبه الطبي اللي هو كيكون عنده تكوين خاص مع هاد الناس، وخاص هاد التواصل كيكون مستمر. يعني كل وقت كنعطيوهم كيفاش الحاله تطورات، وكنعطيوهم جميع التقارير ديال الطاقم اللي هو كيقرر بانه السيد في موت دماغي. وهنا كاين ناس اللي كانت عندهم واحد الشجاعه، وكاين امثله مغربيه، السيده اللي تبرعت بالولد ديال الطفل ديال ولدها في إسبانيا اللي وقعت له حادثة، هو صغير عنده يقرب سنتين، وكانت عنده واحد الشجاعة أنه قالت الطفل مشى، ولكن أطفال آخرين كيتسناو غنقدهم، وغادي يبقى داك الحفيد ديالي عايش عن طريق هاد الأطفال وهاد الناس اللي غيبقاو يستافدوا من هاد الزراعة. كذلك سيدة مغربية، مع الأسف هاد الأمثلة خصنا نعطيو نديرهم في الواجهة نبقاو نتكلموا عليهم، اللي هي عندها ولد واحد وتوفى في فرنسا، شاب مقتبل العمر عنده العشرينات توفى في فرنسا، وعيطوا لها ومشات شافته في ديك الغيبوبة وتبرعت بالأعضاء ديالو، وناس استفدوا بداك الأعضاء. يعني كتكون عارفة شنو الموت الدماغي، مقتنعة به، كاين الأمل دائما، ولكن كتشوف الحقيقة، لأنه كاينت فحوصات كتبين لك مثلا بالنسبة للدم ما بقاش تماما كيدوز في الآخر. يعني كتكون السرعة في داك اللحظات كيكون صعيب، لان كما قلتي الناس كيتشبتوا بالعائله ديالهم بالعزيز عليهم، لكن كذلك خصهم كنطلبوا منهم انهم يرجعوا للحقيقه الواقع ويحاولوا ينقذوا ناس اخرين. يعني الا داز الوقت ما كيبقاش مع الاسف ممكن. نعم، بالاضافه لهذا الامر هذا كاين الاشكال القانوني اللي كيتطرح، وانتم ممارسين ميدانيين فين كيبان لكم الخلل اللي كاين في الترسانه القانونيه؟ بالنسبه للقانون، حنا التاريخ بين بان حنا قبل من 99 اشتغلنا بواحد القانون اللي كان في 52. اذا هو هذاك القانون كان ينظم ولكن بصفه بسيطه جدا. ومن بعد ما تزادوا العمليات ديال الزرع والتبرع، وكان قبل من 99 غير متبرعي، شغلنا على قانون، والقانون اللي خرج كيأثر بصفه دقيقه هذه العمليه بالنسبه للمتبرعين ولا شهاده الممات، وخصوصا ان المغرب ما بين الدول القلائل اللي عندهم قانون ينظم هذه العمليات. انما القانون لابد من التطوير ديالو على حسب الاحتياجات. فمثلا التسجيل في المحكمه صعيب جدا، يعني خصنا نبسطوه، يعني الناس يسجلوا دابا خصوصا مع هذه المشاكل عبر الانترنت، يعني حاجه اللي تكون بسيطه جدا. خصوصا كنعرفوا ما كاينش سجلات جميع المحاكم، ما كاينش واحد تسهيلات جميع المحاكم الى اخره. اذا حنا خصنا نبسطوا هذا. ثالثا هذا القانون اللي هو صارم بالنسبه باش نقولوا الناس ما كاينش البيع والشراء، ما كاينش تضاربات في هذا الموضوع، حيت القانون كاين فيه غرامات، حكم بالسجن الى اخره. الانسان الا بغى يتاجر، الا بغى مثلا يخرق القانون، وما كاينش بالنسبه للمتبرع الحي، خاص المحكمه هي اللي كتاكد بان عنده علاقه عائليه على حسب ما هو موجود في القانون، يعني الأطفال، الوالدين، الإخوان، العموم والخوال والخالات أو الأطفال ديالهم، والزوج والزوجة لكن بعد سنة من الزواج. هاد الأشخاص كتأكدوا من المحكمة، يعني من الناس ما يمكنش أي طاقم طبي يقوم بشي عملية ولا مستشفى إلا ما كانش عنده هاد القرار من المحكمة. وبالنسبة للإنسان المتبرع الحي، فهو تتأكد القاضي المسؤول على بأنه ما كاينش ضغوطات، ما كاينش بيع وشراء، ما كاينش أي يعني حافز غير قانوني ولا غير التبرع والعطاء ديال. لكن الآن كيبان لنا بأن لبقينا غادي على هاد الوتيرة ما غيكونش زراعة في المغرب. فحنا طالبنا أكثر من 5 سنوات انه يكون تغيير القانون على اطار ما وقع في الدول المتقدمه اللي عندهم تطور كبير في زراعه الاعضاء، واللي قامت بهذا تغيير القانون ان كل شيء الاشخاص يكونوا متبرعين الا اللي ما بغاش. اول حاجه كتكون الناس كيناقشوا هذا الموضوع، كيتكلموا مع بعضهم، كيعرف شنو هو الراي ديالك وشنو هي الوصيه ديالك، واللي ما بغاش كيمشي يسجل نفسه في سجل الرفض اللي موجود في المحكمه. دكتور برقيه، شكرا جزيلا لك، كنتي معنا وانتي رئيسة ديال هذا المركز ديال الامل. واش كاين شي كلمة أخيرة باش نبعثوا الامل للناس من اجل، يعني خصوصا ان المجتمع المغربي يعني معروف عليه بالاحسان والتضامن، الى اي حد انه هذا التبرع هو شكل من اشكال التضامن الاجتماعي بين المغاربة؟
احنا في هذا اليوم كنتمنوا بانه المغاربه اللي هما معروفين بالسخاء ديالهم بالتضامن ما بيناتهم انهم يتضامنوا مع هاد الاشخاص اللي هما في احتياجات كبيره لهاد الاعضاء. حنا كنخصنا نشجعوا المغاربه باش يمكننا نشجعوهم باعطائهم المعلومه الصحيحه بالتواصل معهم، تشجيعهم بانهم يمشيوا يسجلوا نفسهم، والناس اللي عندهم واحد الشخص مريض يشوفوا المعاناه ديالو مثلا في التصفيه ويحاولوا يساعدوه بالخروج من هذه المتاهات ديالها. بالنسبه للناس المسؤولين كنناشدوا الحكومه الجديده بان تعطي واحد الاهتمام اكثر لهذا الموضوع باش يكون عندنا واحد المستوى نوصلوا ليه في بالنسبه لزراعه الاعضاء اللي كيشرف المغرب كما عندنا في ميادين اخرى. فهذا نداء للجميع اللي نتعاونوا بيناتنا، وهذا مثال للمواطنه ومسؤوليتنا جميعا بانه احنا كنا مسؤولين على بعضنا، لان الاعضاء ما كتصاوبش ما كتجابش وما كتشراش، ومسؤولين كذلك على نفسنا الى غدا احتاجنا واحد العضو. وشكرا.